عليكم متتبعين قناة سهام في هولندا. كنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم بأحسن الأحوال وفي صحة جيدة. اليوم غادي نصاوب معكم هذا القرص هذا اللي كيجي الصباحة رائع بزاف في المذاق وفي الشكل، كيف كتشوفوا الشكل ديالو. يلا ندوزو المقادير والطريقة باش تحصلوا على قرص بحال هذا. المقادير اللي غادي نحتاجوها البنات لهذا القرص هذا هنايا ها هما بساط كيف كتشوفوا، صراحه كيجي لذيذ بزاف. هنا اول حاجه غادي نحتاجو اللي هي نص كيلو ديال الدقيق الفورص اللي مغربل، ها هو انا حاطه عندي هنايا. وغادي نحتاجو 100 مللتر ديال الزبده ومعلقه ديال الزيت. تقدروا تعودوا 100 مللتر ديال الزيت ومعلقه ديال الزبده، يعني لكم الاختيار. انا هنا درت 100 مللتر ديال الزبده وزدت عليها معلقه ديال الزيت. عندي 70 غرام ديال السكر سنيده اللي ما يعادل نص كاس ديال السكر سنيده. هنا عندي ربع كاس اللي ما يعادل انتم كيف كتشوفوا 50 مللتر ديال ماء الزهر، ها هو هنا. هنا عندي كاس ونص ديال الحليب، ممكن ديروا كاس ديال الحليب ونص ديال الماء. انا يعني تقريبا 150 170 مللتر ديال الحليب اللي كنحتاجو هنايا. هنا عندي معلقه ديال الخميره ديال العجين، وهنا معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات ما يعادل 8 غرام. هنا عندي جوج ديال البيضات اللي غادي ناخذ بيض بيضه وبيضه كامله غادي نخدم بهم في العجين، والصفر ديال البيض غادي نحتفظ به للتزيين ديال هذا القرص هذا اللي غادي نصاوب. وهنا انا غادي نسم بالسكر فانيلا، شاصيه ديال السكر فانيلا. تقدروا تستعملوا النافع، حبه حلاوه، لكم اختيار باش كيجيو بلديين. انا غادي نديرهم غير بالسكر فاني، يعني بالنسبه للزرارع كيبقى لكم الاختيار. هنا عندي الجنجلان اللي غادي نزين به الفوق ديال البريوش ديالي. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو بالنسبه للدقيق، كيف قلت لكم نص كيلو ديال الدقيق. ندوزو دابا للطريقه. حاجه غادي نديرها البنات، خديت عجانه بحال هكذا، تقدروا تعجنوا حتى بيديكم، انا كنفضل نخدم بالعجانه. هنا غادي ناخذ واحد البيضه، غادي نضيفها، وهنا زدت واحد البياض ديال البيضه وخا داز معاه واحد شويه ديال الصفر، ماشي مشكل. والصفر اللي شاطلينا غادي نخليه باش ندهن به الفوق ديال البريوش ديالي. هنا غادي نضيف السكر سنيده، واحد القبصه ديال الملحه بحال هكا، تقريبا قياس ملعقه صغيره تاع الملحه. ودابا غادي نضيف نص كاس ديال الزبده اللي فيه معلقه ديال الزيت، وغادي نبدا نخلط. حنا كنضيفو في المقادير وكنخلطو في نفس الوقت. الزهر هكا، وغادي نضيف الخميره ديال العجين، الخميره ديال الحلوى. هنا غادي نضيف داك الكاس ونص اللي عندي ديال الحليب، دابا بقات ليا السكر الفانيلا اللي بقات ليا، غادي نضيف الشربوية وغادي نبدا نخلط الثاني. وانا كنضيف الدقيق شويه بشويه، قلت لكم عندي نص كيلو ديال الدقيق الفورص، غادي نخلط بحال هكا وانا كنخلط. حصلوا على عجين بحال هكا، انتم كيف كتشوفوا القوام ديالها، ما كتجيش قاصحه، كتجي لينه بزاف. كنديروا في يدينا واحد شويه ديال الزيت، كنبداو كنحيدوا هذا العجين هذا اللي لاصق لينا هنايا بحال هكا، باش كتكون كتلصق بيد. ضروري اننا ندهنو يدينا بالزيت باش ما تشدش لينا في يدينا، تجي لين، يعني ما خصناش نديروها تكون
تكون قاصحه هكا خصها تكون. دابا غادي نغطي عليها بواحد الزويف، وباش نربح الوقت البنات هذه فكره انا كنديرها للخبز وكنديرها للبيتزا كنديرها للكورس كنديرها لاي حاجه. شنو كندير؟ كنشعل الفران، كيف كتسمعوا راه الصوت ديال الفران مسموع واحد شويه لانه سخون، طفيت عليه. غادي نغطيها دابا بالسلوفان وغادي ندير عليها واحد الزويف وغادي ندخلها للفران وغادي نخليها تختمر ليا. باش غادي تختمر؟ غير بالسخونيه ديال الفران، يعني الفران طفيت عليه من قبيله ماشي غير دابا، يعني ملي قربت ملي بديت كندير في الدقيق طفيت على الفران غير سخن. علاش كنديرو بحال هكا؟ حيت الحال بارد، وباش اننا نتسناو في الكورس ديالنا يخمر اولا في الخبز ديالنا يخمر كنبقاو كنتسناو بزاف ديال الوقت وكنقولوا بالنقص كاع منه، يعني تنعكزو على اساس اننا نصاوبو الكورس ولا نقادو شي حاجه. بهاد لاستيس هذه اللي عطيتكم بحال هكا، يعني باش انكم تشعلوا الفران وتسخنوه مزيان وتطفيوه وتدخلوا ليه الحاجه اللي بغيتوها باش تخمر لكم، كنربحوا الوقت، يعني ما كنعكزوش عاوتاني على الحاجه اللي بغينا نديرو. صافي دابا غادي نغطي عليها ونرجع معكم نوريكم الشكل ديالها خصها حتى تختمر مزيان. بعد ما اختمر لي العجين ديالي كيجي بحال هكا هانتوميا كيف كيبان لكم، كيجي منفوخ ضروري خصو يختمر مزيان. انا غنحيد ليه البلاستيك هانتوما شوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي. دابا غادي ندير في يديا شويه ديال الزيت وغادي نحاول نفرغو من الهواء اللي هو فيه بحال هكا، خليت كله من الهواء اللي هو فيه. خديت هنايا واحد اللاطه درت فيها البابي كويسون ورق الزبده، الا ما عندكمش غير دهنوا اللاطه ديالتكم بشويه ديال الزيت صافي باش ما يلصقش لكم الكورس فيها اولا يتحرق. هنا درت واحد طبيصله بحال هكا درت فيها شويه ديال الزيت باش نبقى ندهن بها يديا، وهنا عندي جنجلان اللي غادي نزين به، وهنا عندي صفر بيضه اللي غادي نزيد عليه واحد جوج معالق ديال الحليب باش ندهن به الكورس ديالي. ولكن هذه المرحله هذه كتبقى هي الاخرانيه، يعني حتى يعاود يخمر لنا الخليط ديالنا. دابا اول حاجه غادي نديرها غنبقى ندير يديا في هذا الزيت هذه بحال هكا، وغادي نبقى ندهن يدي كلها هكا مزيان، وغادي نبدا ناخذ العجينه ديالتي بحال هكا نبدا نشكل منها كويرات كويرات بحال هكا. هانتو معايا قرب الصوره عندكم، ضروري اننا كنبقاو كندهنو يدينا باش ما يلصقش لينا الخليط في اليد حيت راه العجين لين غادي يلصق لينا في اليد ديالنا. غادي ندير بحال هكا، غادي ندير كروس بهذا القياس هذا هكا هانتو معايا بهذا الشكل هذا، وغادي نحطو في اللاطه. غادي نعاود نفس الشيء عاوتاني معاكم، نبداو كنديرو بحال هكا، كنجيب الوسط ديال بين هاد الصبعان هادو بحال هكا، وكنخرجو واحد الكرة ديال العجين بحال هكا. تقدرو ديرهم في أي قياس بغيتو، أنا غادي نكتفي بهاد القياس هذا حيت من بعد راه غادي يضعف ليا الحجم ديالهم. غادي نديرهم في اللاطة بحال هكا، وخصنا ضروري البنات نديروهم من بعدين، يعني منديروهمش وحده حدا لاخا، كملتهم حطيتهم كلهم هكا في اللاطه. غادي نبدا نبسط من الفوق ديالهم بحال هكا باش من بعد نغطي عليهم ونخليهم ثاني يخمروا ليا المره الثانيه بحال هكا. غادي نبسطوهم، نحاولوا اننا ما نبسطوهمش بزاف اللي ما تيبغيش القرص يجي من فوق، نقرصهم اكثر لي حيت هما غادي يضاعف الحجم ديالهم، نفضلو نديرو ليهم غير بحال هكا، يعني نبسطوهم غير واحد الشويه. بعد ما كملتهم كلهم بحال هكا كيف قلت لكم غادي نغطي عليهم دابا بواحد الزويف وغادي نخليهم يخمروا ليا. من بعد ما خمر ليا القرص ديالي المره الثانيه غادي ناخذ هنايا صفر بيضه زدت معاه واحد المعلقه ديال الحليب، غادي نخلطو مزيان وغادي ندهن به الوجه ديال هذا القرص هذا ديالي. غادي ندهن به الوجه ديال القرص ديالي كله بحال هكا، نحاول ما نسيلوش في الجناب البنات. راه هذه هي الطريقه الحقيقيه ديال القرص البلدي اللي كيصاوبوا والدينا وحبابنا الناس الكبار ديالنا، هذه هي الطريقه الاصليه ديالته. غير هو كيديروا فيه الزرارح، انا فضلت هذه المره هذه نديرو بالفاني، يعني بلا ما نديرش الزرارح
باش انه يبقى ليا في الثلاجه فيما بغيتو، مي نزيد عليه شي اضافه بحال نبغي ندير فيه الداخل ديالو الشوكولات، نبغي ندير شي حاجه في الداخل ديالو، يعني ما تكسرش ليا ديك الطعمه ديال الزراره، تهبس ليا ديك الطعمه ديال الحاجه اللي نبغي انا ندير فيه. فهمتوني كيفاش كيجي؟ بحال هكا من بعد ما دهنتو كله، هانتوما هي بصفرت البيض، غادي ناخذ دابا هنايا زنجلان وغادي ندردرو هكا من الفوق ديالو بحال هكا بهذا الشكل هذا هكا. وفي هذا الاثناء هذا البنات انا فاش بديت كندهن القرص ديالي بصفرة البيض شعلت على الفران من الفوق ومن التحت كانني غادي نطيب الخبز، جهدت العافيه مزيان باش انه يسخن ليا باش من بعد نقص ليه وردو على 180 ونشعلو من الفوق ومن التحت، نخليه مشعول من الفوق ومن التحت على ما يطيب ليا القرص ديالي. ضروري البنات الفران خصو يكون سخون، ماشي ندخلو ليه القرص ديالنا والفران بارد، ضروري الفران يكون سخون. صافي البنات كيكون هذا هو القرص من بعد ما ساليت الزين ديالو، دابا غادي ندخلو الفران. الخطوة الثانية هانتوما شوفو ليا الحجم ديالهم كيفاش داير، راهم فغيمون رقاق، وغادي تشوفوا الاخرين اللي غادي نخرج من الفران كيفاش تنفخوا. غادي ندير لهم نفس الشيء، غادي ناخذ البيض غادي ندهنهم بالبيض بحال هكا، وغادي نرش عليهم الزنجلان بحال هكا، وغادي ندير لهم نفس العمليه ليهم كاملين وندخلهم للفران. الطاوله الاولانيه اللي دخلت للفران ها هي كيفاش كتجي، شوفوا كي محمرين وكي منفوخين. صافي دابا غادي نخرجهم من الفران ونتلاقاو مع الشكل النهائي من بعد ما ندخل الطاوة الثانية. الشكل النهائي ديال القرص اللي حضرت معكم كيجي بحال هكا، الصراحة كيجي لذيذ بزاف، جربوه وغادي يعجبكم. كيف قلت لكم البنات تقدروا تزيدوا الزراره الا بغيتوهم وتقدروا تخليوه بحال هكذا، وتقدروا تزيدوا تحمروهم اكثر من هكا عاوتاني، اي الا بغيتوا تحتفظوا بهم في الثلاجه حاولوا انكم ما تحمروهمش بزاف. كيف كتشوفوا انا دابا هنا عندي شي وحدين محمرين مزيان وشي وحدين لا، باش الا غادي نحتفظ بهم في الثلاجه غادي ندير هادو اللي ما محمرينش هما اللي غادي ندير في اللاجة، وفي النهار اللي نبغيهم نجبدهم ونديرهم في الفران تيزيدو يتحمرو شوية وكيجيو بنان ولداد. البنات غادي نفتح دابا معكم وحدة باش تشوفو الشكل ديالو كيفاش كيجي، شوفو ليا هانتومايا كيجي من الداخل عفتو مفشفش، هانتومايا شوفو ليا وكيجي محمر، شوفو ليا من التحت هانتوما كيجي صراحة زوين بزاف. غير تبعوا المراحل اللي درت معكم غادي ينال الاعجاب ديالكم. انا بالنسبه ليا البنات راه ما خداش ليا بزاف ديال الوقت في التخمار، كيف قلت لكم المره الاولانيه خدا ليا 40 دقيقه تقريبا، والمره الثانيه 20 دقيقه، يعني من بين المره الاولى والمره الثانيه ساعه ديال المقله خدا ليا ساعه و20 دقيقه على ما وجدتو كل. شوف ليا دابا غادي نفتح دابا معكم هذه، شوفوا انتما كيفاش دايره كتجي من الداخل مفشفشه، هانتوما شوفوا ليا الداخل ديالها كيفاش كيجي، شوفوا كتجي الصراحه زوينه بزاف. كنتمنى الصوره تكون باينه لكم، نتمنى الصوره تكون باينه لكم. هانتوما شوفوا ليا من الداخل كيفاش كيجي، كيجي غزال وبنين، هانتوما كيجي خفيف 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 بزاف. كنتمنى تجربوه غادي ينال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم على متابعه الفيديو. هذا ما غاديش نحطو، هذا غادي ناكلو صراحه واعر، كيجي واعر بزاف، جربوه وغادي ينال الاعجاب ديالكم، راني تنقولها وتنأكدها صراحه واعر بزاف. راه كيف كتشوفوا راه ماشي غير هذا الشيء اللي درت، راني راه درتو بالكثره، راه تقريبا خرجت ليا 16 وحده اولا 17 وحده، وراني عطيت منه لجارتي كيف طيبته، حيت واحد الانسان اللي الله يعمرها دارك تستاهل اي حاجه درتها ندوقها منها. كنقول لكم وصلنا لنهايه الفيديو، وكنشكركم على حسن المتابعه، وكنقول لكم نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. بسلام عليكم.